تصدق عجبتني حكايتك؟ استنى سقفك على الطلاق ما يحصل، انا اللي هسقف لك. الكلام اللي انت قلته تحت ده حقيقي؟ اخوتك مش هيسكتوا، دول هيولعوا الدنيا. لو سألنا عليه هنقوله ما نعرفش تليفون ايه، ما نعرفش حاجة عنه. صح، وانا هصدق. بلعون ابو كل يوم بريتكم فيه، كل ده ليه؟ عشان الفلوس؟ تطلعوا تسرقوني عشان ما اعرفش اخد حقي؟ 34 سنة عمر ما نهمت واحدة فيكم زعلانة مني، ومين اللي يبقى ابنكم؟ اللي كان جاحد ولا اللي حن؟ مين اللي يبقى ابنكم يا اما؟ قسما بالله العظيم ناخد حق من عيالكم، هخليكم تبكوا عليهم الباقي من عمركم. بكرهك يا رضوان، بكرهك بكرهك. انا مش حزين على كل حاجة حلوة عملتها معاكم، بس انا خسارة فيكم. اللي حلال فيكم وتستاهلوهم بجد هم عيالكم. هو ده طبع الكلاب، لا بيبطلوا هوهوة ولا بيبطلوا عض. الله أعلم اللي هعمله يخلي الجنة تجوز عليا ولا لا. أخوكوا كلكم.